بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، مرحب بكم في حلقة جديدة من فن الترجمة، ومستر أشرف يقدم لكم كلام من ذهب. قبل أن أبدأ الحصة، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض. على بركة الله نبدأ حلقتنا اليوم التي هي بعنوان من طرائف الترجمة. من طرائف الترجمة، الله، عنوان جميل وعنوان مشوق، وهنفاجأ إن الحصة بتاعتنا مملوءة بالطرائف والعجائب. تعال بص معانا هنا، من طرائف الترجمة. أن الجوع في اللغة الإنجليزية يترجم أحيانا إلى عطش في اللغة العربية، يبقى كلمة جوعان بترجمها إلى عطشان. يبقى الجوع في اللغة الإنجليزية تترجم إلى عطش في اللغة العربية. لو أنا عندي جملة كده بتقول he was hungry for knowledge، في ناس تيجي تقول لك هو جعان بالمعرفة، لا، نقولها كان متعطشا للمعرفة. يبقى دي كلمة هانجري، هنا كلمة هانجري فور ترجمت متعطشا، رغم أن كلمة هانجري بمعنى جوعان، رغم أن كلمة هانجري في الجملة، رغم أن كلمة هانجري بمعنى جوعان، إلا إنها هنا أتت بمعنى متعطشا، ودي من عجائب وطرائف الترجمة. He was بص معايا تاني، he was hungry for knowledge ترجمت إلى كان متعطشا للمعرفة. دي كانت أحد الطرائف، دي واحدة من طرائف الترجمة. تعالى كده بنخش على رقم اتنين. من طرائف الترجمة أن كلمة أكل في اللغة الإنجليزية تترجم أحيانا إلى شرب في اللغة العربية. أن كلمة أكل في اللغة الإنجليزية تترجم أحيانا إلى كلمة شرب في اللغة العربية. He ate the soup. He ate the soup. شفناه في قصة أوليفر تويست. He ate the soup. هو شرب الشوربة. في ناس هتترجمها أكل. لا، نقول لهم لا، إن كلمة أكل هنا تترجم شرب. He ate the soup. هو شرب الشوربة. ما ينفعش نقول he drank the soup. وتالت واحدة من طرائف الترجمة أن كلمة الضوء في اللغة الإنجليزية تتحول إلى كلمة ظل في اللغة العربية. ومن طرائف الترجمة أيضا هنا أن الضوء يتحول إلى ظل. لو أنا عندي جملة بتقول in the light of the current events، in the light of the current defend، in the light of the current events، في ظل الأحداث، ما قلتش في ضوء الأحداث. in the light of current events، ما قلتش في ضوء الأحداث، قلت في ظل الأحداث. أدي هنا الضوء في اللغة الإنجليزية تحول إلى ظل في اللغة العربية. يبقى قد يتحول الضوء إلى ظل. يبقى احنا لغاية دلوقتي واخدين ثلاث طرائف أو ثلاث عجائب، إن الجوع في اللغة الإنجليزية يتحول إلى عطش في اللغة العربية، زي كلمة he was hungry for knowledge، كان متعطشا للمعرفة، وكلمة ate، وكلمة يأكل أو كلمة أكل في اللغة الإنجليزية تتحول إلى شرب في اللغة العربية، زي المثال اللي قلت فيه he ate the soup، شرب الشوربة. وبرضو العجيبة رقم ثلاثة، أو من الطرائف الثلاثة، قد يتحول الضوء إلى ظل. قد يتحول الضوء في اللغة الإنجليزية إلى ظل في اللغة العربية. يعني لما أقول in the light of the current events، في ظل الأحداث الراهنة. رقم أربعة، أو من العجائب رقم أربعة من طرائف الترجمة، قد تتحول السخونة
إلى برودة، قد تتحول السخونة إلى برودة. فهنا جملة بتقول لي the news warmed my heart. كلمة warmed معنى أدفأ صدري، لا إحنا في اللغة العربية بنقول أسلج الخبر صدري، رغم إن كلمة warmed تدل على السخونة، وعندي كلمة أسلج تدل على البرود. فلاحظت إني من إحدى عجائب الترجمة وطرائفها أن السخونة تتحول إلى برودة. The news warmed my heart. The news warmed my heart. أسلج الخبر صدري. وقد يحل القلب محل الرأس. ومن عجائب الترجمة أيضا قد يحل القلب محل الرأس. ومن عجائب وطرائف الترجمة أن قد يحل القلب محل الرأس. بص معايا هنا، وقد يحل القلب محل الرأس، وقد يحل القلب محل الرأس. فلو أنا عندي جملة بتقول at the heart of our priority، ما ينفعش أقول على قلب أولوياتنا، ما ينفعش أقول على قلب أولوياتنا، فهشيل كلمة قلب من هنا وحط بدلها كلمة إيه؟ رأس. يبقى at the heart أدي كلمة heart أهي، ما بترجمهاش قلب، بترجمها رأس. at the heart of our priorities، at the heart of our priorities، على رأس أولوياتنا. at the heart of our priorities ما بترجمهاش على قلب أولوياتنا، ولكن بترجمها at the heart of our priorities على رأس إيه؟ أولوياتنا. هنبدأ نخش على رقم 6 من طرائف الترجمة. وقد يقول أهل الإنجليزية كلمة هير. كلنا عارفين ان كلمة هير بمعنى يسمع. احنا هنترجمها في اللغة العربية الى نظر. يا مستر ده هير يعني يسمع، تترجمها انت نظر. دي اسمها من طرائف الترجمة. من طرائف الترجمة قد يقول اهل الانجليزية هير اللي هي يسمع، ونترجمها الى العربية نظر. تعال كده اما نشوف الجملة اهي، وقد يقول أهل الإنجليزية هير، فنترجمها إلى نظر وليس إيه سمع. وقد يقول أهل الإنجليزية هير، فنترجم كلمة هير إلى نظر وليس إيه سمع. فنقول the judge heard the case. The judge heard the case، نظر القاضي إلى الدعوة. ما بقولش وسمع القاضي الدعوة، نقول نظر القاضي إلى الدعوة. يبقى the judge heard the case. يبقى أنا النهاردة اتكلمت عن 6 من طرائف الترجمة. اتكلمت النهاردة عن 6 من طرائف الترجمة. الأولى إن الجوع في اللغة الإنجليزية يتحول إلى عطش في اللغة العربية، ولما قلت في الجملة بتاعت he was hungry for knowledge، كان متعطشا إلى المعرفة. وإن دي كانت أول طرائف الترجمة. تاني واحدة من طرائف الترجمة أن كلمة أكل في اللغة الإنجليزية تترجم أحيانا إلى شرب في اللغة العربية. لما قلت حسام ate the soup ما بترجمتها شرب حسام الشرب. ولما اتكلمت برضو من أحد طرائف الترجمة إن الضوء يتحول إلى ظل، كان فيك عبارة بتقول في ظل الأحداث الراهنة، ترجمتها أنا إيه؟ In the light of the current events، في ظل الأحداث الراهنة، ترجمتها In the light of current events، فحولت كلمة الظل إلى كلمة ضوء لما استخدمت كلمة light In the light of current events. وبرضو من طرائف الترجمة قلت إن السخونة تتحول إلى برودة، وجبت مثال واضح وقلت the news warmed my heart، أسلج الخبر صدري. the news warmed my heart، أسلج الخبر صدري. حولت هنا السخونة في كلمة warmed وترجمتها
أسلجة، يبقى the news warmed my heart، أسلجة الخبر والصدر. وبرضو من طرائف الترجمة اللي اتكلمت عليها إن قد يحل القلب محل الرأس، أن يحل القلب محل الرأس. فقلت على رأس أولوياتنا ترجمتها at the heart of our priority. يبقى كلمة heart هنا ما ترجمتش بمعنى قلب، ترجمت بمعنى رأس. at the heart of our priorities، على رأس أولوياتنا. ونهينا الست طرائف، قلنا إن كلمة hear نترجمها نظرة وليس سمعة. لما قلت the judge heard the case، نظر القاضي إلى الدعوة. إنها الترجمة أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة التي لا تنتهي طرائفها، إنها الترجمة أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة التي لا تنتهي طرائفها. وقبل أن أنهي الحصة أحب أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأنهي الحلقة بالدعاء. أو الله، بروتكت إيجيبت أند إتس بيبل فروم أول إيفلز. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل شر. أو الله، بروتكت إيجيبت أند إتس بيبل فروم أول إيفلز. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل شر. ذاتس إناف فور يو توداي، هذا كاف لكم اليوم. ويز ماي بيست ويشز، مع أطيب التمنيات. مور أند مور سكسس، المزيد والمزيد من النجاح. تلوي ميت، حتى نلتقي. أي ويش يو ذا بيست أوف لك.